أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد وجولة صحفية نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من المدى. قلة الأموال تعرقل تطهير 2700 كيلومتر مربع ملوثة بالألغام. في موقع الهيانت، ازدياد عدد الجثث في المقبرة الجماعية بمحافظة نينوى إلى 100 شخص. وفي صحيفة القدس العربي بريطانيا، القوات الروسية تبعد 25 كيلومترا عن وسط العاصمة الأوكرانية. في العربي الجديد، روسيا تبلغ السفير الأمريكي أن علاقات البلدين على وشك الانهيار بعد تصريحات بايدن. وفي صحيفة واشنطن بوست، المتطوعون الأجانب في أوكرانيا من دون بنادق وخوذ بعيدا عن جبهات القتال. في يورا تايمز، فرنسا، حرب أوكرانيا قد تؤدي إلى أزمة غذاء عالمية. وفي وول ستريت جورنال، بعد تأخير مقصود، إدارة بايدن توافق على نقل صواريخ باتريوت إلى السعودية. يبدو أن الفوضى الإيرانية في العراق والمنطقة قد دخلت مرحلة جديدة من التصعيد العسكري المسلح والمعلن بعد أن كانت تختبئ وراء ميليشياته المسلحة التي وظفتها لخدمة مصالحها الاستراتيجية لتنفيذ مشروعها التوسعي في المنطقة. ويعد هذا التطور والإعلان المباشر بالمسؤولية عن هذا الهجوم هو تغير في قواعد الاشتباك، إذ تبنى الحرس الثوري الإيراني الهجوم الصاروخي الذي شمل كردستان العراق وجاء بصواريخ دقيقة بحسب الكاتب حاتم الفلاحي في مقاله بموقع راسام للدراسات. الرسالة الأولى أن إيران تريد أن تقول بشكل صريح وواضح بأن العراق هو الفضاء الجغرافي التابع لإيران، وأنه لا يتمتع بأي سيادة على أراضيها أو مياهه أو أجواءه، وأن إيران يحق لها التصرف في هذا البلد بما تمليه عليها مصالحها الاستراتيجية. فهذه الضربة الصاروخية التي أقدمت إيران على تنفيذها لا تقيم أي اعتبار لأي حسابات سياسية أو عسكرية أو أمنية أو اقتصادية لحكومة المنطقة الخضراء، وأنها قد أجرت حساباتها بشكل دقيق عن تداعيات هذه الضربة على حكومة المنطقة الخضراء، والتي ستكون عاجزة وغير قادرة على الرد لأنها فقدت القدرة عن الدفاع عن نفسها حتى وهي في داخل المنطقة الخضراء. فكيف لها أن تدافع عن استهداف العراق بهذه الصواريخ التي طالت مدينة أربيل، علما أن التبريرات التي ساقتها إيران حول طبيعة الأهداف المستهدفة كانت واهية وغير مقنعة، وكان يمكن لها أن تناقش هذه المعلومات التي توفرت لديها مع حكومة بغداد أو حكومة كردستان دون استخدام القوة، علما بأن دولة الملالي لا يحق لها أن تستهدف هذه الأهداف داخل الأراضي العراقية حتى ولو كان الوصف الذي سوقوا له صحيح، لأنه تجاوز على السيادة العراقية التي وقفت الحكومة عاجزة عن حمايتها، كما أنها تعبر عن عربدة واستهتار صريح بعلاقة حسن الجوار. يضاف إلى ذلك بأن الأهداف الأمريكية تنتشر في الخليج العربي بشكل واسع، فلماذا التركيز على العراق في تنفيذ هذه الضربات؟ أضاف الكاتب، جاءت الضربة الإيرانية لأن العراق ضعيف وغير قادر على الرد، وأننا لم نسمع من ذيول إيران أي استنكار لهذه الضربة الصاروخية، ولا أحد يتباكى على السيادة التي تجاوزتها إيران بهذا الفعل العدواني. إلى مقال للكاتب سحبان فيصل محجوب بصحيفة يورو تايمز، جاء فيه: شرعت كثير من دول العالم باستثمار النفايات بأنواعها كافة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وخصصت لها مساحات كبيرة من القدرات المالية والبحثية التي تصب في ميادين تطويرها، والتي تهدف إلى تشغيل مشاريعها على نحو يلائم الشروط البيئية والاقتصادية ما أمكن، ولكنها في العراق مهملة ومهدورة.
لابد من الإشارة هنا إلى ما كان عليه الحال من اهتمام المعنيين بشؤون البيئة والطاقة من العراقيين في مواكبة هذا الجانب ومنذ أكثر من عقدين من الزمن، حيث تم إنجاز دراسة متكاملة لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام النفايات المطروحة والتي تجمعها دوائر أمانة بغداد في منطقة التاج شمال بغداد لإنتاج قرابة 20 ميجاوات، وبالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية التي تم التفاوض معها، ووصلت مراحله إلى خطوات تنفيذية متقدمة. كان ذلك العام 2001 قبل الاحتلال، حيث تم تغييب هذا الملف المهم بعد سنة الاحتلال 2003، وهذا ما أصاب الكثير من ملفات المشاريع المهمة. تشير التقديرات المعتمدة والصادرة مؤخرا من أمانة بغداد إلى أن حجم النفايات المطروحة قد وصل إلى حدود 10,000 طن يوميا للعاصمة بغداد وحدها، وكمية هذه النفايات يمكن أن تسهم في إنتاج ما قيمته قرابة 5,000 ميجاوات على وفق معايير الفنية في حالة تسخيرها كما ينبغي. غالبا ما يعزى حدوث النقصان في إنتاج الطاقة الكهربائية للمنظومة الوطنية في العراق إلى عدم كفاية الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وعلى وجه التحديد الغاز المنتج محليا أو المورد من إيران التي تتحكم بكميات تدفقه، والذي نتج عنه تعثر مستمر في خدمة تجهيز التيار الكهربائي للمواطنين. لذا فإن من الحكمة التوجه إلى استغلال مصادر الطاقة المحلية ما أمكن، ومن ضمنها إقامة مشاريع معالجة النفايات في بغداد والمحافظات وبالوسائط المتاحة لتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة الكهربائية وسد النقص الحاصل فيها. إن التوجه إلى تنفيذ هكذا مشاريع وبرغبة صادقة سوف يكون أحد العوامل الأساس في إمكانية الخلاص من الاتفاقيات وعقود الإذعان التي ابتلي بها قطاع الكهرباء بعد الاحتلال في سنة 2003 بفعل السياسات الاقتصادية المفروضة عليه. يضاف إلى ذلك ما يتحقق من توفير فرص عمل جديدة للآلاف. ذكر قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق في بيان نشره موقع الهيانات أن 12 معتقلاً توفوا في غضون أقل من شهرين، منهم واحد في الأقل لم يتجاوز عمره 12 عاماً عند اعتقاله، وذلك من جراء التعذيب الممنهج الذي يتعرضون له في السجون الحكومية. إن آلاف المعتقلين بينهم أطفال يواجهون التعذيب المستمر في ظروف احتجاز سيئة للغاية، في وقت ما تزال السجون الحكومية في العراق الرسمية منها وغير الرسمية تشهد العديد من حالات الوفيات للمحتجزين فيها لأسباب متعددة، أبرزها التعذيب المستمر الذي يمارس ضد معظمهم. يزاد عليها الظروف المعيشية السيئة للغاية والإهمال الصحي المتعمد في ظل تكدس كبير للنزلاء وانعدام النظافة وقلة التهوية، ما يوفر البيئة المناسبة لانتشار الأمراض والأوبئة التي تفتك بهم. وأشار القسم في تقريره الجديد إلى أن ما يجري للمعتقلين يأتي مع استمرار انعدام استقلالية السلطات القضائية وحيادها في العراق، ما يجعل حالات الاعتقال التعسفي والتغييب القسري والإعدام تتزايد بشكل مضطرد. وأحصى قسم حقوق الإنسان خلال الأشهر الماضية الآلاف من المواطنين العراقيين الذين جرى اعتقالهم دون مذكرة توقيف أو بالاعتماد على المخبر السري، في الوقت الذي لا يزال فيه عشرات الآلاف من السجناء يتعرضون لعمليات تعذيب واسعة النطاق ويواجهون كارثة إنسانية محققة داخل معتقلات تكتظ بالنزلاء وتفتقر لأبسط مقومات الحياة، بالتزامن مع انعدام إجراءات الوقاية وتفاقم انتشار وباء كورونا المستجد في السجون الحكومية المعلنة، الأمر الذي ينذر بالمصير المحتوم الذي ينتظر من ينتهي به الحال داخل تلك السجون. هذا وأكد قسم حقوق الإنسان أن التعذيب حالة عامة في السجون الحكومية في العراق، وأن الانتهاكات الجسيمة المزمنة
ما زالت تمارس ضد المعتقلين داخلها وداخل المراكز الأمنية وأماكن التوقيف المعلنة، فضلاً عن أن القوات الحكومية والأجهزة الأمنية متورطة بأعمال التعذيب السادي الممنهجة التي لا يمكن أن يكون الهدف منها الوصول إلى الحقيقة، لا سيما لأبناء المحافظات المنكوبة. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً أكد أن المتطوعين الأجانب وبعضهم من الهواة الأمريكيين يشعرون بالإحباط بعدما تطوعوا للقتال في أوكرانيا من دون بندقية ومن دون خوذة ومن دون قتال. تدفق الآلاف من الأمريكيين والجنسيات الأخرى إلى العاصمة الأوكرانية منذ الغزو الروسي، حيث استجابوا لدعوة الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي. ومع دخول الحرب أسبوعها الرابع، هناك عدد متزايد من المتطوعين يتدفقون على العاصمة الأوكرانية ويوقعون عقودا ويحصلون على الأسلحة والزي العسكري والتدريب قبل أن يتم نشرهم على الجبهات المتعددة. وتمت مقارنتهم بالفيلق الدولي الذي انضم إليه أكثر من 32 ألف أمريكي وأوروبي قاتلوا في صفوف الجمهوريين في أثناء الحرب الأهلية الإسبانية ما بين 1936 و 1939. وعلى خلاف الرومانسية والالتزام الذي دفع المقاتلين في تلك الفترة، فإن حس المغامرة لدى المتطوعين الحاليين يتلاشى عندما تبدأ الطائرات والمدافع الروسية بدك العاصمة بصواريخ غراد، أو عندما يشاهدون معارك الشوارع في المدن الأوكرانية الأخرى. ورغم ما يقال عن وجود عدد من الجنود الأمريكيين السابقين في العراق وأفغانستان، إلا أن المتطوعين الأجانب والذين يحلمون بالقتال هم هواة في أحسن الأحوال، وما يدفعهم إلى المعركة هو حسهم المشترك بما يتعرض له الأوكرانيون. ورفض كل المتطوعين الذين قابلهم الكاتب ذكر أسمائهم بالكامل، فهم جميعا خائفون على أمنهم، وهناك من يريدون حماية أقاربهم أو أنهم جاءوا بدون إخبار أهاليهم. أضافت الصحيفة من غير الواضح ما سيقدمه تدفق هؤلاء المتطوعين إلى ساحات القتال، وأن برنامج الحكومة المتطوعين بدا غير منظم في بعض الأحيان، وذلك حسب مقابلات مع 5 منهم معسكرين جورجي ضم إلى صفوف الميليشيا الخاصة به عددا من المتطوعين الأمريكيين والأجانب، وجند بعضا آخر في فرقته قبل سفرهم من بلادهم. وهناك آخرون أيضا حملوا حقائبهم وهبطوا في العاصمة الأوكرانية من دون عقود أو معرفة باللغة المحلية، على أمل استقبال أحد لهم وإرسالهم إلى الجبهات. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً ذكرت فيه أن الحرب في أوكرانيا أحدثت صدمة لأسواق الطاقة العالمية، ولكن العالم يواجه الآن أزمة أشد عمقاً، ألا وهي النقص في الغذاء. جزء مهم من القمح والذرة والشعير في العالم محاصر في روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب، في حين أن نسبة أكبر من الأسمدة في العالم عالقة في روسيا وبيلاروسيا، والنتيجة هي أن أسعار المواد الغذائية والأسمدة العالمية آخذة في الارتفاع. منذ الغزو الشهر الماضي ارتفعت أسعار القمح بنسبة 21% والشعير بنسبة 33% وبعض الأسمدة بنسبة 40%. تتفاقم الاضطرابات بسبب التحديات الرئيسية التي أدت أصلاً إلى زيادة الأسعار وضغط الإمدادات، بما في ذلك الوباء والقيود المفروضة على الشحن وتكاليف الطاقة المرتفعة وحالات الجفاف والفيضانات والحرائق الأخيرة. الكارثة التي تلوح في الأفق تكشف عواقب حرب كبرى في عصر العولمة. أسعار المواد الغذائية والأسمدة والنفط والغاز وحتى المعادن مثل الألومنيوم والنيكل والبلاديوم آخذة في الارتفاع بسرعة، ويتوقع الخبراء أسوأ مع تعاقب الآثار. قال ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي لدى الأمم المتحدة التي تطعم 125 مليون شخص يوميا: لقد أضافت أوكرانيا كارثة إلى الكارثة الواقعة أصلا، لا توجد سابقة حتى قريبة من هذا منذ الحرب العالمية الثانية.
المزارع الأوكرانية على وشك أن تفوت مواسم الزراعة والحصاد الحرجة، وتعمل مصانع الأسمدة الأوروبية على خفض الإنتاج بشكل كبير بسبب ازدياد أسعار الطاقة. كذلك المزارعون من البرازيل إلى تكساس يقللون من استخدام الأسمدة، مما يهدد حجم المحاصيل القادمة. كشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية في تقريرها أن وزارة الدفاع الأوكرانية قامت بتجميع مالكي الطائرات من دون طيار في ألوية لمقاومة الغزو الروسي، وحولت أجهزة الدرونز إلى أدوات لرصد تحركات قوة موسكو وأدوات دعاية حربية وإلى أسلحة في بعض الأحيان. في اليوم التالي لبدء الغزو الروسي، دعت وزارة الدفاع الأوكرانية الأفراد الذين يستخدمون طائرة بدون طيار في صفحتها على فيسبوك إلى الإعلان عن أنفسهم للسلطات من أجل وضع أجهزتهم على ذمة الدولة. ووفرت الوزارة مساحة يمكن للجميع من خلالها تعريف أنفسهم وتحديد نوع الجهاز الذي يمتلكونه وتجاربهم السابقة بالدرونز، خاصة المكان الذي يعيشون فيه. وفي الأيام التي تلت ذلك، ظهرت القصص المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعي قيام التجار ببيع هذا النوع من الأجهزة، ما أدى إلى نقص المخزون، ما يشير إلى سماع دعوة الحكومة على نطاق واسع. ومنذ ذلك الحين تنشر وسائل الإعلام الأوكرانية وحتى شبكات التواصل الاجتماعي كمية من الصور يتم تصويرها من الجو كل يوم، تصور المقاومة ضد الدبابات الروسية أو تظهر ركودها أو حتى الكشف لبقية العالم عن حجم الدمار الذي أحدثه القصف على المدن المحاصرة. وقال الخبير بالجيش الأمريكي والذي يدرس أيضا في جامعة ميريلاند إن مثل هذه الطائرات بدون طيار تسمح لمن يدافعون عن منطقة ما بأن تكون لهم أعين في كل مكان في الهواء، ومراقبة المباني والأشجار أو أي عوائق أخرى تعيق مجال الرؤية، وتقديم معلومات قيمة عن مواقع العدو وكشف نقاط الضعف أو نقاط الإمداد للقوات الروسية. الحرب في أوكرانيا إذن متعددة الأوجه، وتتضمن خصوصا شكلا مما يسمى حرب التحرش. إنها مسألة مضايقة العدو والإبقاء دائما على رأسه وعدم إعطائه أي مدة راحة في هذا السياق. أيضا تقدم الطائرات المدنية من دون طيار تقدم مساهمة مهمة في القدرات العسكرية الأوكرانية على وفق الصحيفة. أقدم ناشطون فلسطينيون وبريطانيون متضامنون مع القضية الفلسطينية الأحد على تغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة الصهيونية، سفارة الكيان الصهيوني في لندن، ليصبح شارع الفصل العنصري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري. أشرف على هذه الأنشطة التي تضمنت عروض دبكة بعد تغيير الاسم ناشطون من منظمة العفو الدولية ومجموعة بال آرت، إذ علقوا لافتة كتب عليها شارع الفصل العنصري، في حين ارتدى هؤلاء قمصانا كتب عليها أنهوا الفصل العنصري الصهيوني. وبهذه المناسبة أيضا نشرت منظمة العفو الدولية تغريدة عبر الحساب الرسمي لها على تويتر، جاء فيها: الأنظمة العنصرية مثل الفصل العنصري ليست من آثار الماضي، ولكنها حقيقة لملايين الفلسطينيين. نقل المشاهدين مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية.
بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.